سوق الهواتف الذكية خسر خسارة كبيرة، خسر لاعب كبير اللي هو شركة LG. أكيد شركة LG ما أنا فقط تليفونات، عندها مجالات كتير 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 كبيرة، مجالات تانية. أهم شيء عندها استثمار بالشاشات، الأدوات المنزلية، استثمارات تانية كتيرة. وكمان لتكونكم بصلب الموضوع، مثل ما نوكيا طلعت برات السوق، برات سوق الهواتف الذكية، ولكن بنفس الوقت قيمتها بمليارات الدولارات، ما بحفظ أرقام، حيطلع قدامكم الرقم هلا قد قيمة نوكيا حاليا بعد خروجها من السوق. على كل الأحوال ما حطول بالمقدمة، اشتركوا بالقناة أكيد، لايك زر اللايك، خلينا نشوف قصة LG وليش طلعت من سوق الجوالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو عبيدة على قناتكم بساطتك، آخر المعلومات التقنية أول بأول بتلاقوها على القناة، فلهيك ما تنسوا زر اللايك والسبسكرايب. وبجيكم فورا بالموضوع. برأيي المشكلة الأساسية لشركة LG ما قدرت تعمل هوية خاصة لهواتفها. هلا كلياتنا بنعرف ايفون 3 4 5 6 7 8 11 11 برو 12 12 برو، كل العالم تعرفه، ولكن للاسف الشديد LG ما عملت بصمه نهائيا بهالموضوع. اتربت تختار اسماء هي وسوني، منين بيجيبوا الاسماء اللي بيختاروها؟ ما ممكن تتخيل الغباء للمديرين او المسؤولين عن الاسماء. فاتربت تحط سلسله الفي، اتربت سلسله الجي، اتربت تعمل، هلا احكي كمان عن موضوع الابتكار والقصص هاي. فهل ضيعت المستهلك؟ ما عاد في إلى صورة ذهنية محددة. ايه كلياتنا بنشوف شو طالعت اخر شيء، شو ابتكرت. وبشغلة تانية كمان، ما مشيت بسلسلة معينة، لحقت ترند السوق، لحقت الشيء الشائع بالسوق. مثلا وقت اجى الايفون شاشة لمس، اوكي LG فاتت بالاندرويد فوتي قوية جدا جدا. هاتف LG G3 استخدمته بشكل شخصي بالعام 2014، يعني كان هاتف بيعبي العين، بيعبي يعني بياخذ محله 100%. كان وقتها اكثر هاتف نسبه الشاشه للبادي موجوده، كان اتساع الشاشه كبير، البادي نحيف، استخدام رائع وسلس. فما بعرف شو ضرب على عقل شركه LG وبعدين لغت فكره الجي 3. اجت على الجي 4 حطت لي ظهر قماش ومن هالحكي هذا، وكبر الجهاز فصار اقل جذب للمستهلك. رجعت جيت من الجي 5 وللأسف الشديد بلشت تنحدر طبعا بعد الجي 4. اجى الجي 5، جي 5 جهاز ما ممكن تتخيله مدى سوقه. انت وقت بدك تغامر بالسوق فكرة جديدة لازم يكون عندك فئة معينة. مثلا سامسونج اللي خلاها عايشة لحد هلا بسوق الجوالات عندها خطوط رئيسية وعندها خطوط للمغامرة. حاليا سلسلة الفولد وسلسلة الزي هي خطوط المغامرة، غامرت بالنوت صحيح، ولكن سلسلة الاس كانت شغالة، فما عنده مشكلة نهائيا. كلياتنا نعرف S2 S3 S4 5 6 7 كلياتها معروفة لكل العالم. بينما عكس LG ما مشيت بهالنمط ابدا، غامرت وعطت الافكار الجديدة بهواتفها الرئيسية. اخر فكرة هي هاتف وينج اللي برأيي الشخصي ما ممكن يشيله غير شخص عنده حب للاطلاع، حابب يشوف شو هالشي هذا وبعدين يرمي بالجارور، فما في يستخدمه باي شيء تاني مفيد. فبعد الجي 5 للاسف الشديد بلشت تنهار. كمان ابتكرت شيء مهم جدا جدا، هو بالال جي في سلسله الفي جدا جدا رائعه، ابتكرت الشاشه، ولكن الشركات الصينيه فاتت على السوق بلا رحمه، ما رحمت حد، طحنت شركات الجوالات الكبيره، طحن HTC اللي اعتبر السوق، طردت طرد الكلاب اذا بصح التعبير. ثاني شيء اجت على شركه سوني خفضت مبيعاتها لدرجه مهوله جدا جدا، عقلت استاذنا الكبير عمر دايزر شيء طحنته طحن. رجعت على سامسونج اداركت حاله سلسله الاي وحطت النوتش على شكل اليو، عملت الحكي هذا. LG ما استوعبت الفكره ابدا وما طلعت بسلسله، ظلت على سلسله الفي وما اشتغلت على النوتش. رجعت بعد شوي ضاعت LG، طالع لك جهاز معالج سنه قبلها، ترجع طالع لك جهاز رائد، ما تعرف جهاز الرائد من غير رائد. خبصت الامور كلها طيب بعضها وتعطيك ابتكارات حلوه كتير كتير، ولكن مثل ما حكينا في ترند بالسوق ماشي. اللي ما بيلحق الترند ما حيلتفت السوق كلياته لشركه وحده، بالعكس الشركات كلياتها عم تلحق الترند. طبعا شركه ابل مع جنب يعني عم تلعب بالسوق لحالها، ما هي بتعمل ترند، وهي شو ما قدمت لهم لمستهلكينها كمان بيضربوا لها تحيه وبيشتغلوا مثل ما بدهم وبيشتروا خاص شو من كان الايفون تحت نزله حيشتروا. فهدول مهووسي ابل يعني لهم دراسة سوقية تانية. ولكن باقي شركات الاندرويد بالمنافسة الطاحنة اللي بيناتهم، الشركات الصينية، حتى انه هواوي خروجها من السوق ما ساعد نهائيا، شاومي كتير كتير، شركة اوبو، شركات تانية كتير صينية استفادت من خروج هواوي من السوق، ولكن شركة LG ما استفادت نهائيا وظلت تنتحر ببطء شوي شوي.
تطلع من سوق ورا سوق ورا سوق لحد ما رفعت الرايه البيضاء واستسلمت كليا. فهذا درس كبير، انه مهما كنت كبير، مهما كانت شركتك كبيره، بدك تجري مع متغيرات السوق، ما فيك تعمل سوق لحالك، انت بدك تتبع السوق مع السوق يتبعك. وللاسف الشديد اكثر ثلاث شركات حسره وندم عليهم، شركه مايكروسوفت نظام الويندوز موبايل قبل الويندوز فون، ويندوز موبايل من ايام الاي ميت والبوكيت بي سي كنت من المدمنين لالون، اجا بعد شركه اتش تي سي يعني في لها حب عاطفي واجهته، يعني ما في احلى من الواجهه اللي كانت تشتغلها اتش تي سي. وهلا حاليا شركه ال جي بقى من المحاربين القدامى، مين حيضل اخر الحلبه ما بنعرف. هذا كان كل شيء للفيديو اخواني الكرام، اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، مين الشركه التاليه اللي حتطلع من سوق الجوالات. هذا كان كل شيء للفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لايك سبسكرايب بكل تاكيد، واذا فاضين هي اقتراحات لفيديوهات فيكم تشوفوها. السلام عليكم.